ايه الضرايب يا جماعه هتديكوا فلوس تحت اسم ريكفري ريبيت كريدت؟ ده بناء على ايه؟ بناء على تغييرات حصلت من سنه 2019 لسنه 2020. تعالوا بقى في الفيديو ده اتكلمكم على التفاصيل اللي لقيتها اي ار اس، اللي هي قريبه جدا من التفاصيل بتاعه البلس اب بيمنت ولكن مختلفه. فتفاصيل في الفيديو ده معاكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات. عارفين ان ناس كتير خدت شيكات التحفيز الاولى والثانيه والثالثه بناء على الضرايب اللي قدموها سنه 2019 قبل البانديميك ما يحصل. سنه 2020 الوضع اتغير تماما، وبالتالي استحقاق الناس انها تاخد الشيكات 1 و2 و3 اختلف. فتعالوا بس افكركم كده، احنا كنا بناخد مبالغ كام علشان خاطر لما اكلمكم على ريكفري بيت تبقوا فاهمينه بالظبط. فاكرين الشيك التحفيز الاول كان ب 1200 دولار للفرد السنجل، 2400 للمارد، وكل طفل 17 سنه فقال كان هياخد 500 دولار. في الشيك التحفيزي الثاني كان 600 دولار للفرد السنجل، 1200 دولار للمارد، و600 دولار لكل طفل اقل من 17 سنه. اما الشيك التحفيزي الثالث كان 1400 دولار للسنجل، 2800 دولار للمارد، والديبندنت كلهم مش بس الاطفال، يعني اب او ام او حد عايش معاك ديبندنت وانت ضايفه عندك على الضرايب كان هو كمان حصل على 1400 دولار. الموضوع ده كله كان مبني على الدخل بتاعك، فقلنا ان الدخل بحد اقصى للسنجل 75000، بالنسبه للهيد اوف هاوس هولد 112500، وبالنسبه للمارد 150000 تقريبا. يعني المبالغ دي فضلت قريبه كده في شيكات التحفيز الثلاثه. عشان بقى نفهم الريكفري ريبيت بيمنت ده ولا كريدت، تعالوا احكي لكم قصه كده، والقصه دي هتقدروا تفهموا منها هيحصل ايه. سنه 2019 في اتنين لطاف ظراف اتعرفوا على بعض. ادم كان ساعتها بيشتغل وكان الدخل بتاعه 100000 دولار في السنه، فما كانش يستحق ان هو ياخد اي من شيكات التحفيز لان هو دخله فوق ال 75000 لان هو سنجل. ليلى سنجل برضو في سنة 2019 كانت بتعمل بس 40000 في السنة، ولأن الدخل بتاعها أقل من 75000 كسنجل فكانت خدت شيكات التحفيز. خدت الشيك التحفيز الأول اللي هو 1200 دولار، وخدت الشيك التحفيز الثاني اللي هو 600 دولار، يعني كلهم على بعض كام؟ 1800 دولار. طيب سنة 2020 آدم وليلى اتجوزوا، والله يا جماعة ألف مبروك، فرحتوا قلبنا، يعني يا رب كل الناس تتجوز كده في يناير من كل سنة. فاتجوزوا في السنة دي، وكمان خلفوا بيبي على نوفمبر كده، كان عندهم بيبي جميل أطقوط. ألف ألف مبروك، البيبيات بتيجي برزقها. ده حصل كام؟ 2020. الوضع اختلف، آدم وليلى مع بعض لما حطوا الدخل بتاعهم على بعض بقوا 140000 في السنة. انتوا عارفين ان الحد يعني الاقصى 150000، هم اقل، وبالتالي ادم وليلى يستحقوا انهم ياخدوا شيكات التحفيز، زائد ان هم جالهم بيبي في 2020. بغض النظر جالك البيبي في اول السنه او في اخر السنه، طالما ان هو في خلال 2020 حتى لو اخر يوم في السنه، ده يستحق كمان ان هو ياخد شيكات التحفيز، وبالتالي هيعيدوا حسابات الايه؟ شيكات التحفيز. الشيك التحفيز الاول ادم المفروض ياخد 1200، وليلى تاخد 1200، والبيبي ياخد 500 دولار. الشيك التحفيز الثاني ادم هياخد 600، ليلى تاخد 600، والبيبي هياخد 600. الشيك التحفيز الثالث ادم هياخد 1400، ليلى 1400، والبيبي 1400. فهيجمعوا المبالغ دي كلها على بعضها. بعد ما يجمعوا المبلغ هيخصموا منه الفلوس اللي ليلى خدتها. فاكرين ليلى هي الوحيده اللي اخذت بناء على دخلها بتاع 2019، فليلى خدت كام؟ خدت 1800 دولار. فهيشوفوا المبلغ اللي يستحق الادم وليلى والبيبي قد ايه، ويخصموا منه الفلوس اللي خدتها ليلى ويدوهم الباقي. ده بيسموه ريكفري ريبيت كريدت. خلاص يا جماعه، فهي القصه كده، ان حصل تغيير والتغيير ده غير كل الارقام، وبالتالي هيتم ان هو ايه حساباته. المفروض ان الاي ار اس بيحسبوها اوتوماتيك بناء على الضرايب اللي انت مقدمها، ولكن في بعض الولايات بتطلب ان حضرتك تقدم ورقه تقول يعني فورمه معينه تقول ان انت عايز اعاده حسابات الكلام ده، فلازم تسال في الولايه بتاعتك او تسال احد السي بي اي بتوع الولايه بتاعتك عشان تعرف هل في ورقه انا محتاجه اقدمه ولا الاي ار اس هتقوم بالموضوع ده لوحدها. ولازم تحسبها بقى، لازم تحسب الفلوس اللي انت المفروض تجي لك كام، والفلوس اللي انت خدتها كام، علشان مفيش حاجه تقع وبعدين ترجع تقول انا ما جاليش او ازاي او فلازم تبقى عارف متوقع الفلوس اللي هتجي لك قد ايه.
ولو جات لك فلوس زياده اعرف انهم هيطالبوك انك ترجعها. ده الاي ار اس ما بيسيبش حقه ابدا يعني. طبعا يا جماعه قبل ما نقفل الفيديو لازم نبارك لادم وليلى على المولود الجديد وعلى الجواز في سنه 2020. 2020 دي كانت سنه صعبه على الناس، بس كان في سنه حلوه برضو على بعض الناس. الف مبروك والله، الف 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 مبروك. يا ترى كم واحد فيكم اتجوز سنه 2020 وكم واحد فيكم جاله بيبي في السنه دي؟ يا ريت تقولوا لنا في التعليقات علشان بجد بجد نبارك لكم ونعرف ان السنه حتى لو كانت صعبه فكانت جميله على ناس تانية فتهون علينا السنه دي بكل اللي عدينا فيه. كان معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات.